أستاذ عبد الرحمن الشرقاوي، منسق ماستر القانون المدني الاقتصادي بجامعة محمد الخامس الرباط. تأتي هذا اللقاء التأطيري في إطار اللقاءات التأطيرية التي عهد ماستر القانون المدني الاقتصادي على تنظيمها لطلبة الماستر تحديدا. وتأتي هذا اللقاء تحديدا لمناقشة موضوع مهم جدا، وهو مشروع قانون المسطرة المدنية رقم 02-23 الذي تم عرضه على أنظار البرلمان. لذلك اليوم استدعينا أستاذين متمرسين، أستاذين من أساتذة الفقه القضائي المغربي، وهما الدكتور سمير إيتر جدال رئيس المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء، والدكتور زميل العزيز الدكتور يونس الزهري مدير التكوين بالمعهد العالي للقضاء سابقا وعضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية. هذا اللقاء كما قلت سيركز على أهم المستجدات التي جاء بها مشروع قانون المسطرة المدنية، والذي يأتي في ظرفية اقتصادية وقانونية عرفها المغرب، خاصة بعد دستور 2011 وبعد تبني أو بعد دخول قانون التنظيم القضائي حيز النفاذ، وأيضا وفق الخطابات الملكية السامية التي تؤكد على ضرورة الإسراع بإصلاح كل المقتضيات القانونية المتعلقة بالجانب المسطري لتحقيق عدالة فعالة وتسريع ولوج متقاضين إلى العدالة، وأيضا يعني ربح الزمن القضائي الذي يعتبر أحد مقومات التنمية الاقتصادية التي المغرب يسير في خطاها بطريقة ثابتة. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم طالب هنا حليم، طالب سنة ثانية بسلك ماستر القانون المدني الاقتصادي. يأتي هذا النشاط في إطار اللقاءات التأطيرية التي يقوم بها ماستر القانون المدني الاقتصادي كل شهر، والذي يأتي في مناسبة تتمثل في دراسة البرلمان لمشروع قانون المسطرة المدنية الذي جاء استكمال القانون 38/15 المتعلق بالتنظيم القضائي. وقد جاء هذا المشروع لينظم مجموعة من الإخلالات المسطرية التي أبانت عنها الممارسة القضائية ببلدنا، وجاء ليقوم بسد مجموعة من الفجوات، منها بطء المساطر وإشكالات متعلقة بالتبليغ والتنفيذ. يقوم بتأطير هذه المحاضرة الدكتور سمير إيتر جدال، وهو رئيس المحكمة الابتدائية، وكذلك الدكتور يونس الزهري وعضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والدكتور عبد الرحمن الشرقاوي. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.